حاضر، المخرج بيقول لي بس ارفع ايدك بالفانوس. ايوه ده ناعم. ده بالقطيفه. ايوه قطيفه. في منه اللي منزل البيج جوه حضرتك في قاعده دوايه. ايوه هنا. طب هتعمله بقى كده بسلك برضه؟ بسلك، ممكن في على السفره وممكن يتعلق. ده بكام؟ ده نازل ب 50 جنيه. غالي يا عم خالد. لا ما في قطيفه غاليه. القطيفه غاليه ليه؟ المتر ده كام متر؟ ده فيش نص متر اللي عملته. ايوه فندم، انا فاصل معاك على الهواء. لا انت عارف ان احنا مصريين بنموت في الفصال يعني. طبعا. صح. لا بجد 50 جنيه ده اخره 50؟ لا يعني ما ان شاء الله ان شاء الله. بس انت وانت طبعا لازم تكسب. الحمد لله. بس انا